هلا والله مي، تبي مساعدة؟ مشكور، بس بنشر كفر الموتر وبصلحها. سلامات، حاطة العفريت على الصدام. ليه وش فيها؟ وش فيها بعد تسألين؟ كذا الله يصلح قلبك بتكسرين صدام السيارة. المهم ادخل جوا الاستراحة وانا بصلح الكفر وبكلمك. ما اقدر، انا مرة مستعجلة، عندي امي موعد ولازم اوصلها. طيب خذي مفتاح موتري، خلصي مشاويرك وانا بصلح الكفر، بوصل السيارة لين باب بيتكم، بس ارسلي لي اللوكيشن. ما ادري ايش اقول لك، بس مشكور. يا مي جوالك. خير ان شاء الله. ايش جاب سيارة تخذي معك؟ هد وانا اخوك، ترى صلحت كفر اختك لان كان مبنشر. لا يا شيخ، ترى حركات المزعات ذي قديمة وعارفينها. لا بس كانت ترى مساعدة بس عشان. عشان ايش؟ عشان ايش؟ عشان ايش؟ خير ان تفعل شر ان تلقى. تراك زلابة اذا ما اخذت حقك من ذا الورع. خلوني يطلع يا عيال، خلوني يطلع. اذا ما اخذت حقي ما اكون ياسر. الله لا يحطني مكانك. بس يا رب يا رب حطني في مكان ياسر. شوف الجريش والقرصان والحلويات يا حظات. اسمع يا ياسر، انت بتتنازل عن حقك حتى لو ادوك 10,000 ريال. اللي انضرب يعطوه 10,000 ريال. ايوه حبيبي، امدي يطلب اللي يبغى حتى لو 100,000 كمان. يا عيال اطلعوا اطلعوا، امي واختي جايين. يلا يلا يلا، فمان الله. مع السلامه. ما تشوف شر. فمان الله. هلا هلا والله فيكم. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله من كل شر. ما تشوف شر يا ولدي، والله أنا مستحيم منك، بس إن شاء الله أنك طيب. وين طيب يا خالة؟ وين طيب فيه بس؟ ولدك ولدك غدر فيني. مساء الخير ياسر، دريت أنك طلعت من المستشفى وحبيت أطمن عليك. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله أنا بخير. هلا مي، هلا ومرحبا. لا الحمد لله أنا بخير. أبي أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني. أبد، سمي آمري. وش تبين؟ أبيك تتنازل عن أخوي نواف، أمي متقطع قلبها عليه. أبد، تامري نمر ومن عيوني يا قلبي. أبد، اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. مي. هلا ياسر، كيفك الحين؟ لا الحمد لله بخير. طيب ايش فيك تبكين؟ اخوي المعقد ضربني، يقول انه دخل السجن بسببي. ليتك ما تنازلت عني يا ياسر، الله ياخذه. لا مي، ما يصلح تقولين عن اخوك كذا، وبيني وبينك ما تدخلين على البنات وانت تصيحين. اسمعي تعالي معي، ابيك الموضوع. يا ليتها جت على التنمر وبس. يضربني يا ياسر، يضربني المريض ويعنفني بقوس وكفوف. أيوة فيك شيء؟ لا لا لا، ما في شيء. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء يا أخوي؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء. ليه وش السالفة؟ كل بالعافية، وانتبه لنفسك أخوي. ها الحمد لله. وش خير؟
خير؟ وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع، ورحت اشوف وش فيه. حنون وانساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحه يا مي انا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي انا معجب فيك من زمان وحابة اتزوجك وافكك من نواف وغثاه وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها، وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي، البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال، عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي. بيبي عادي أروح الاستراحة اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، أنت تامرين أمر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي أنا أبي أعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحدة من البنات حسودة وما أبي أقول لهم لين نتزوج، وأنت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص أبشري، تامرين أمر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طاب ليلك عليك، منك المال ومننا العيال، زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج، فاشله ولا ناجحه؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الاسبوع الجاي، بس المعذره منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. بعدني بفتتح العروبه. على وين الوجه يا عيال؟ كبده. استرجل يا ورع، وش اللي كبده؟ اسمها كبده. وش عرف كنت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبداء مطعم. آه يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، أصلاً من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين إلا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبدة سوارم. مشينا بس. أبوك يسبك. أوف 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 أوف، أبوك البشرية، الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. هلا يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو انها ببلاش ذا الاكل ما صفيت سرع. ويي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 ي
يا عيال خلوني نمشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شوكوش؟ يلا مشينا بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ، ما عليك منهم. اتحداك اللاين البطل الله يسموي. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوار، في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها؟ اضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط، لا تغلط، لا افلم بك الان باللاين. سم شوف عامر، هذه هي صح نفس الصوره، بس الفلاتر مسويه شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. هلا والله من مطعم البطل. يا عيال إذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا إذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي بثلاثين مئة ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر فشلتنا. إيه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، أهم شيء أفطرنا في محل كبدة محتوى يا أبوي. وش فيها أشكالكم كذا؟ متحوشين أنتو؟ لا 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 يا بنت الحلال، كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة، طبخ وناف ومطر ودبابات، أنواع الفلة. الله كشتة، مرة بخاطري أجرب أكشت أنا والبنات. طيب أكشتوا، إيش ناقصكم؟ سيارات ومعكم. بصراحة ودنا، بس خايفين أحد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى أحد يضايقكم. أهدى أهدى، حنا نكشت معكم. سلامات يا بوي، سلامات. قط معهم أنت؟ لا لا لا، حنا ما نكشت معكم. مهم معهم، مهم معهم يا السبهة، جنبهم. الحين سؤال واحد، الحين مهم هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار. هلا خلاص نكشت بيكون بيننا وبينهم موتر. إيه إذا كذا أوكي. كفو، متى تبون؟ بكرة؟ لا وش بكرة، سلامات. أبشاور البنات وعلمك. يلا يلا باي حقين البران.
امشي يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم، وقف ورا الباب انت. لا لا يا بنت الناس، لا تحطين شيء في ذمتك. انا كنت مار جنب الباب وانت مطقيته. نصاب كالعاده، كنت جالس تسمعني من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح، المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال، يعني علشان يخططون الكشته يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال، انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه، فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال، البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه، وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. هي فقي انا ماني جاي. قال ايه؟ قال احرسهم سكرتي انا. اوه صاد شكوش، حتى انا ما نبجي ابوك الجحده وراكم يا عيال. اقول لك ياسر، ايش حنستفيد منهم؟ اكل وحلا وقهوه وشاهي، ما لذ وطاب، يعني بالعربي ميم ميم. هي ايش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهل. درج انت، يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني بتكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي اشكالكم اخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا تمشى، ودها تشارك بس. اقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس، نحتاجه بالكشتة. اه وراك انت ما تضحك. لا ايه عاديه بس حبيت اشارك يعني. تفضل. يا سخفك. المهم من بكره بنبدا تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشته. انت اطلعي من المنقد اول شيء، بعدين روح اشتري الفروه. ورا ما ضحكت الحين؟ ما ادري مضحك؟ ايه. إيه. هذه حلوه والله. إيه. يلا اقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. ايه ابو حمود، متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر، ما تشوف شر. جبها امشوا امشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات، عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات، انا اعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائيه رهيبه، بكلمه لكم يسوي لكم ديسكاونت. ولد لا يكون غلطانين بالمحل، محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر، نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير، واخري انا اخترتها قبلك، ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه اهجدوا، لا اكفن كل واحدة منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انتي. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختارة الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون، كل واحده منكم تاخذ لونين وبس، وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض الطاعه الثانيه. يقلع ام الهوجه الخايسه، متهاوشين عشان لهم فروه. قصدك يقلع ام المصاريف؟ تدري ان فروتي ذي شريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه، ولا الحين ما غيرتها عشان كذا ريحتها غنم. جاي بنت حب مويه رايح ملعب. هاي انا خلصت، وانتو؟ وش ذا؟ مهبولة أنت. الله يصلح قلبك، قاش البقالة كلها. وأنا خلصت بس باقي لي شيش طوب ما لقيته. سلامات، وش ذا الأغراض؟ تخيل يا بنات وش لقيت؟ شواية كهربائية عشان أطبخ عشانه، وجبت فحم تدفى فيه. إيه سلامات يا أبو حمود. كابتن. خير إن شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرباء في البر؟ يا ذكي، في محل عندهم توصيلة تنشبك على بطارية السيارة. بكرة بروح اشتريها. يا بنات مرة قهر، ما لقيت ولا مشروب دايت، بس جبت الأشياء هذه، خلنا نمشي فيها حالنا اليوم. أوه صح ذكرتيني، نسيت السكر البني. وانت يا أستاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا أصلا؟ احنا وشو اللي جايين يا أخ ياسر؟ ما أدري. أبو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت أنت وجهك. حلوة حلوة. منال تقول خل ياسر وخويه يجون. ايه سلامات، حنا ما نروح لحد، تبي تلعب معنا هي تجينا. اسكت يا بزر. خلوها تقبل. هي اي توب. ورع انت، خليك ثقيل. اهدى اهدى اهدى، لا تصير خفيف. طيب هذه جت. هلا والله منال، نورتي ام البث والله. اهلين، شخباركم؟ ما بغيتوا تجون؟ اقول ما
من بدري، تبي نلعب جولة؟ تكبيس. وليش بس تكبيس إن شاء الله؟ لأنه أنت ما شاء الله حلوة، وأكيد بيجيس دعم خرافي، تنزلس غابة سود، فهمتي الحين؟ لا والله ترى الدعمين عندي قليل. أقول بس عن شوفة الناس، ترى داعمينك كلهم متقاعدين ويرضون بأي شيء. حلوة دي، وشون جبتها؟ ما عليك العادة ما تعرف إيه. خير إن شاء الله، وش تقصد؟ لا لا لا، ما ما ما, ما أقصد شيء. يمزح لا تشدينها. مالو المت؟ أقول بس لا يمزح معي، هو بلوفر الخايس اللي كنا كراسة مسوي ظريف انت وجهك المستطيل. خلصتي؟ أقول بس سد حلقك، شف حتى خويك قام يضحك عليك، تدري ليش؟ لأنك زلابة وهطف. أهدى يا بزرة وياه. أهدى أنت يا روح أمك. ياسر الهطف. انحشرت يا هطف. يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. وش سويت يا بزر؟ ما هو؟ شفتوا يا المتابعين، شفتوا؟ مو برجال، لو انه رجال كان قاعد خليته ما يسوى ريال الهطف. شوفوا يا متابعيني، انا مو من عادتي اغلط على احد، بس اللي يدوس لي على طرف يتحمل اللي يجي. الله لا يوفقك يا الغبي السبه، لا اعطيك على وجهك. انا ما دريت انه بيصير كذا. خلاص اذكر الله ولا قم الحين، افتح بث وادخل مع قست ورد الصحصحه سهله. مهبول انت. لا ما يمديها ياسر، ان دخلت الان العالم كله بتطقطق عليك وبيقول لك هطف 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 هطف. اي ايش تبغى يسوي؟ يسيب الموضوع كذا؟ ايوه يسيبه كذا، يمشي كذا كذا. ايوه يمشي كذا كذا. ايوه على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. الزبده اليوم ما يدخل، بكره تدخل الناس تنسى. سوي نفسك مجنون، ادخل في البث هلا بمتابعين وكذا، ما كان صار شيء. فهمت الحين؟ اي فهمت خلاص. تفضل. الهطف نور نور محلنا يا زول، احلى فول واحلى تميز ليك يا زول. تفضل تفضل اكل احد من طلبك الثاني. الحلال حط الطلب وانقل هناك. يعني هطف وتامر علينا؟ والله دي حاجه غريبه. يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. والله لعبت فيه لعب، شوف 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 كل التعليقات كاتبين هطف. شوف وجهك يا محمد، يستاهل مسوي ظريف وتوهق مع ذا ملسونه. الله يسد نفسكم يسد نفس كفته معكم. يا حبيبنا يا غالي، ها والله هذه المشكله دي، يعني هطف وحرامي. والله دي حاجه غريبه دي. والله لا 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 يا ابوي، الموضوع مزري وزاد عن حده. الحفله كلها عليك يا ياسر، لازم تشوف لك حل. طيب وش تبيني اسوي؟ اطلع معاها بث واعتذر منها. يا عيال سكتوا ذا تكفون، سكتوا ولا ادفنها في الارض الحين. ياسر اهدى اهدى اهدى، ايش فيك معصبي بالحلال؟ تدري عاد، تدري عاد ان مشكلتك سهله وحلها بسيط جدا. شوف سوي لك عمل خير كذا وصوره وثقه ونزله في التيك توك، اوكي؟ مثلا مثلا يعني اصبغ لك جدار مدرسه، طيب؟ وزع مويه في المساجد، أقول لك سدد فاتورة إنسانية، بس لازم تكون إيش؟ متأثر. صدقني راح يتغير اسم ياسر الهطف إلى ياسر الكفو. عز الله إنك جبته. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه درج أنت ورا ما ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنت ورا ما ترد على جوالك. يا ابن الحلال مصمت، أشغلتني ذا الإشعارات، وش كنت بي؟ لقيت لك حل لياسر هطف. ما أحتاج حلولك، تركي عطاني حل يحب قلبك. قال لي سو اي عمل انساني وثقه في التيك توك، كل اللي قالبين عليك يرجعون يحبونك ويعززون لك. سلامات يا ابوي، هذا اسمه نفاق، لانه عشان الناس مو علشان ربي. بعدين ما لقيت حل الا من تركي، تركي نصاب ومهايطي. اسمع الحل اللي عندي البطل، امش معي. البوم الرابع. هذا شلون فاز ذا؟ رجال حاط بوتات ولا تسمى فاز هالهدر. الحين متأكد إن هذا هو اللي بيلقى لنا حل يا عامر؟ إيه متأكد. أهدا تكفى عامر، تتكلم مع هند، وضعه موترني مرة وخاف أجيب العيد. خلاص أنت لا تصير ورع، هات هات. الحقيقة يا أخ جورجيو. جورجيو اسمي جورجيو، لو كررت هالخطأ مرة ثانية أقفل الاجتماع هذا كله وامشي.
الحقيقة يا أخ جورجو كذا صح؟ ما كان لها داعي أنك تنشر الهوش اللي صارت في البث. الله يهديك أنت بخور سوق، ما ترتاح لين انتشر كل شيء. ولا أنا ما كان ودي أنشر، بس منال، منال هي اللي ضغطت علي، سوت مونتاج وقصت المقطع وأرسلت لي وقالت انشر انشر، وأنا ما قاوم النشر. الله لا يوفقها، حتى ذولي مكلمتهم ذولا. ما يحتاج أحد يكلمهم، أي شيء أنا أنشره على طول ينشرون بعدي على الريحة، ولا لا؟ إلا طيب وش الحل الكائن اللطيف ذا؟ ترى ذبح التنمر. شوف في حل، بس بالأخير هو مجرد اقتراح، تبي تسويه ما تبي تسويه أنت حر يا أخ هطف، قصدي يا أخ ياسر، أنا لو منك أصور مقطع فيديو وأرد عليها وأحط حد للي صاير. طيب وش تبيني أقول؟ شوف لك أي عذر، قل أنا ما أنزل لمستواك، أنا ما عندي وقت أضيع معك، أنا متربي وولد ناس وما عندي وقت للمهاترات. مع أنها والله ما تمشي، يعني اللي شافوه الناس واحدة حشرتك وأنت انحشت من البث. والله ما انحشت يا ابن الحلال، واحد من العيال الله لا يوفقه إن شاء الله فصل المودم في نص البث. حلو، اطلع وقل الصدق، مو بيقولون الصدق من جاه، قل واحد من العيال فصل المودم وأنا كنت بسوي وبفعل وبفعل، بس صار اللي صار، سوي المقطع وضبطه ومنتجه وارسله لي وابشر بالنشر. وذولا يا ابن الحلال قلت لك ذولا لا توصي، اي شيء انشره هم وراي على طول، ولا لا؟ الا يا اخوان انا اساسا كنت برد عليها واعلمها من هو ياسر ومن هي منال، بس من حسن حظها ان واحد من العيال الله يهديه فصل المودم بالغلط وانقطع البث، ولا مو من عوايدي انا اللي انحاش، اعرف ارد عليها. هلا جورجيو، هلا جورجيو، هذا الرد صورته وجاهز للنشر، انشر يا الذيب واكتب التيك توكر ياسر يرد على منال وحط علامات تعجب كثير. وش منال ذي؟ هلا يبا، سلامات وش فيك؟ لا ما فيني شيء، انا رجلي توجعني ما اقدر اسوق، ابيك تودينا عند ابو بدر عازمنا. ابشر ابشر، بس ترى بحطك وبروح، لا خلصت دق علي ارجع اخذك. سواق انت وش اللي تحط اللي تمشي؟ ابيك تروح معي، ابيهم يعرفون من هو ولدي ياسر، دايم اخويا في الاستراحه. الموضوع مو بكذا الله يطول لي عمرك، بس خفي بس لا تجادلني الله يحفظك، تجهز ونروح الناس ما نبي نتاخر عليهم. ياسر يا عيال شوفوا ياسر يا هطف، تعرف منال يا عيال؟ ما له داعي أبوه معاه يا عم، ترى ولدك هطف. صوت الله وجهك يبا، أي أحد يتكلم لا تلتفت له ولا شيء، سو نفسك ما تسمع وامش. اسمع بعد كده، لا عاد لا تاخذني ولا توديني ولا تجيبني، أنا بدلي أروح واجي مع السواق. بالله هذا رد، هذا رد، وش اللي خوي فصل النت بوجهه؟ وش ذا التصريف الخايسة؟ قسم بالله انك تفشل وتنرحم، وعذرك السخيف اكبر اثبات انك زلابة وحطف. يلا خذ الحين، غلطان غلطان انك رديت عليها، ليش ترد عليها بالحلال؟ يلا تفضل شوف، خذ الردود، كلمة الهطف شعلت اكثر من اول. يا ابن الحلال وش اسوي؟ جورجو قال لي قل كذا. من جورجو؟ هذا خبير حق تواصل اجتماعي، استشرناه وقال قل الصدق لأن الصدق من جات. يا أبوي الخبير ده نفسه قلب عليكم وعززنا على التغريدة، لا وحط كلمة هطف في هاشتاج، هيا ألقم. أنا عندي اقتراح. أنت ورا ما تعض لك علش حمل أكوفن كينا، كل اللي صار هذا بسبت كنت، أبوي كرهني كره يمشي معي ومتفشل مني. تدري تعال معي برا شوي. إيش تبغى؟ قل معي برا شوي، قل استنى. عزتين وهكفته خليه يستاهل الرمة. نعم ها وش تبي؟
الأستاذ ياسر؟ الأستاذ؟ أي نعم، معك الأستاذ ياسر. الشيخ أبو سامي يبيك تزورنا في المخيم. بخصوص إيش؟ تعال تعال، عندي لك مفاجأة حلوة إن شاء الله. تعال. سم سم على خير، بس ارسل لي الموقع. أبشر أبشر. فمن الله. في الحقيقة يا ياسر، اللي حصل لك أساءني كثير كثير مرة. يعني أنا صحيح إني ما أعرفك ولا بيني وبينك سابق معرفة، ولكن اللي حصل لك هذا ممكن إنه يحصل لأي واحد من الشباب. يعني ممكن إنه يتعرف على واحدة ويبلش بها وتكون متسلطة ولسانها مفلوت وتصير سالفة مثل سالفتك، ها؟ لكن أنا بصراحة يعني حبيت أواسيك وأطيب خاطرك، إيه، وجايب لك هدية زينة. تعال معي شوف. على ما تشوف عينك، هذه السيارة الهدية، وانت كفو وتستاهل كل خير. الله يطول لي عمرك يا شيخ ويخليك لنا يا رب. والله يا ابو سامي انك علمك طيب وانك راعي العطايا وعلومك كلها طيبة. وهذا مفتاح السيارة معي، والشيخ ما يعطي للمثل كشر واك. تستاهل سم. تستاهل. اي يستاهل يستاهل، وابيك تسد اذنيك عن كل اللي ينتقدونك. لكن تعرف وش احلى ما عجبني في هالسياره؟ وشو؟ اللوحه. صور صور. عطف يا عطف. صور صور. اسمع يا اخ جورجيو. طيب شكرا، كذا انتهى الاجتماع، تفضلوا برا. قصده جورجيو، جورجيو ما يفهم ذا الهطف. انا هطف؟ انا هطف؟ الله يا الدنيا، الحين صرت انا هطف يا ابو منال؟ يا عامر يا عامر تكفى، مشيها لي، ضغوطات نفسيه وكذا. خلاص اهدى اهدى، لا تقعد تتبكبك عند الحسابات، ترى تنفضح. ها اسمع يا جورجيو، الحل اللي اقترحته لنا ما نفع، بالعكس زاد الطين بله. ايوه هذا انت قلتها بلسانك، اقترحته، يعني انا ما جبرتك على شيء. بعدين انا وش دوري؟ دوري انشر، فلانه ماتت قطوتها انشر، فلان شرى فروه انشر، انا ادور محتوى ولا لا؟ الا هلا منال. هلا والله. لا ايه خلاص، لا لا اليوم الليل، اليوم ايه بعد 12. تمام تمام. هذه منال ما غيرها؟ اي هذه منال ما غيرها، اللي مسحت فيك البلاط، تقول ان عندها رد على ردك، تبيني اليوم انشره بالليل. يا حبيبي انت الحين لحست مخنا، انت معنا ولا معها؟ يا اخوي لا معكم ولا معها، انا مع نفسي، انا انسان على باب الله وادور محتوى، ابي تفاعل، ابي ريتويت، ابي كتويت، ابي نشر. ابلش. اسمع انا بديت ارحمك، وانت زلقت على واحدة لسانها هالطول وحقودة، بكرة ما تدري وش تسوي لك. انا اقترح عليك تطلع معها في بث، وبشكل حلو ما يكسرك، تتصالح معها وتلم الموضوع عشان تعيش، برضو هذا رزق لك. اذا تبيني اكلمها واتوسط لك في الموضوع انا حاضر. اسمع الحين انت وش مسوي بذا؟ خله يستاهل حقه وما جاء. اي بس وش ذا الملبسة؟ دورت صمغ في رام ما لقيت، لفيت بشبك سمك. ورا ما يتكلم ومصمغ فمه بعد. بعد جت جت. هلا والله ياسر. هلا هلا والله منال، حياك. شايل بخاطرك شي؟ زعلان مني؟ شايل بخاطرك ولا البالي متهاني ددير بدر بدر بد. كيف يا شي صوتك تكفى؟ اقول لا تزبد بس. ها عموما يا ياسر خلاص اللي فات مات، وحنا الحين سمن على عسل. لا لا والله من ناحيتي أنا ما في خاطري شيء، وخلي الناس يقولون اللي يقولون، أنا واثق من نفسي وأعرف من أنا. على فكرة يا ياسر ترى حبايبك كثير وكثير كلموني قالوا فك الولد من شرك، فك الولد من شرك، فأنا رحمتك وشفقت عليك فبفكك من شرك. هاي هاي بنت الناس، أهدى أهدى، ركز شوي. وش اللي فكي من شرك؟ أقول توكل أنت وياه، لا دور لك عاد أنت الثاني.
دزي امها انت وياه. لا يا حبيبتي ما في، واعرف ايش اسوي، ما حركتي اساسا فيني شعره. وشو بتجحد بعد انك مرسل واسطات يسكتوني عنك؟ عاد تدري انا غلطان انه اكون طيبه مع اشكالك، تدري ليش؟ لانك زلابه وهطف. يلا دز امها. وانت سبك، دزي ام امها ولا اراك شيء، لا انت ولا داعمينك، اقسم بالله لا ولا اراك شيء. تسمعين ولا واللي معك كله انقلع مره هناك. في قبضة رجال الأمن. طبعاً أنت عارف وش سويت؟ بصراحة ما أدري وش صار وقتها، فجأة لقيت نفسي أسب، ولا أنا بالأساس ولد ناس ومتربي؟ النظام ما ينظر لتربيتك ونشاتك، الكلام الخادش اللي قلته أمام آلاف المشاهدين في البث مثبت عليك ويعاقبك عليه القانون. ضغطتني نفسياً وخلت اللي يسوى واللي ما يسوى يذب علي ويستفزني، شي طبيعي أني بنفجر وأفقد أعصابي. بس اللي قلته أنت مجرم في الشرع والقانون، وتعرف وش صنف القضاء الظاهر. الله العظيم وتوب لي. هلا والله بالعطف.